مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 2 Story Time، اليونت الثاني Story Time، الفقرة المخصصة للقصة. بالإضافة إلى ذلك راح ناخذ التمارين الإضافية اللي موجودة بعد نهاية اليونت الرابع، لكن التمارين الإضافية الخاصة باليونت الثاني هي صحيح كانت سابقا بالمنهج القديم كانت بعد اليونت الثاني مباشرة، الآن أصبح مكان التمارين الإضافية بعد اليونت الرابع. فأكو تمارين إضافية متعلقة باليونت الأول، أكو تمارين إضافية متعلقة باليونت الثاني، وهكذا. هذين التمارين بعضها مهم جدا بالامتحان، خصوصا امتحان نصف السنة، لأن بعضها بها قطع، بعضها بها مواضيع قواعدية إلى آخره. فأول شيء راح ناخذ الستوري تايم، القصة، وراها نتطرق للتمارين الإضافية. شو يقول لي؟ يقول لي جاد آن جوني، قصة جاد وجوني. وقف استاذ، احنا ماخذيها هذه جاد ان جوني. سابقا باليونت الاول القصه كانت جاد ان جوني، وكانت مال مجله الشباب العالميه، فوزهم بالمسابقه. الان نفسيتهم جاد ان جوني، لكن كامبينج ات ستون هنج، في التخييم في المدينه الاثريه ستون هنج. ستون هنج هي مدينه اثريه موجوده في لندن او في انجلترا. فهنا دا يوضح لي انه بعد ما طلعت اسمائهم كفائزين بمجلة الشباب العالمية أو بجريدة الشباب العالمية وربحوا جولة في لندن، واحدة من جولاتهم هي جولة في مدينة أثرية اسمها ستونهنج. شو يقول لي؟ يقول لي listen، استمع، read، اقرأ، and find out، واكتشف، اكتشف أجوبة هذه الأسئلة. طبعا لازم احنا نقرأ القصة، نوضح مفرداتها، نفتهم أفكارها، نفتهم عن شنو تتحدث، وراها نرجع نجاوب على هاي الأسئلة. شنو خلينا نشوف الأسئلة نطلع عليها بعدين نروح للقصة نفهم فكرتها. Where are the boys؟ المفروض تعرف بعد قراءتك للقصة وين هذول الأولاد اللي هم جاد وجودي وبقية الأولاد. Which new characters are introduced؟ ما هي الشخصيات الجديدة أو من هي الشخصيات الجديدة التي أضيفت للقصة؟ What happens to جاد؟ وما الذي حدث لجاد؟ راح نجي الآن نقرأ القصة، نوضح مفرداتها، حاول الترجم وياي وتعرف المعلومات المتعلقة بالقصة على مود تقدر تجاوب على هاي الأسئلة والأسئلة اللي ممكن تجيني بالامتحان التحريري بكتاب النشاط، صراحة كذلك راح نتعرف عليها. بالبداية شو يقول لي؟ يقول لي the winner أو the other winners، الفائزين الآخرين of the competition، للمسابقة. يا مسابقة، وضحنا أن مسابقة مجلة الشباب العالمية فاز بها جاد وجوني سابقا باليونت الاول، وهسه اكو بعد فائزين اخرين، لكن ذول الفائزين الاخرين arrived in London، وصلوا الى لندن next morning، في صباح اليوم التالي. يعني ذيك القصه اللي اخذناها باليونت الاول، بالبدايه كانوا اخذوا جوله في الميني باص بالحافله الصغيره اللي تحولت الى قارب الى اخره. ذيك كانت باليونت الاول، كان اليوم الاول اللي تواجدهم في لندن. باليوم التالي اللي هو صباح اليوم التالي اجوا فائزين اخرين، وصلوا فائزين اخرين. There was me، كان هنالك انا، ما اعرف الشخص اللي يتحدث عن القصه، بعد شوي راح نجي نتعرف عليه. There was me، كان هنالك انا، جاد وجاد، and three other boys، وثلاث اولاد اخرين. من هم ثلاث اولاد اخرين؟ اولا باولو from Italy، باولو من ايطاليا، احفظوها، باولو from Italy، شخص اسمه باولو من دولة إيطاليا. ثانيا ماركوس from USA، واحد اسمه ماركوس من USA، من الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد and عزيز from Algeria، وعزيز شخص اسمه عزيز من ألجيريا اللي هي الجزائر. هذين الشخصيات الثلاثة اللي انضمنت بهاي القصة، الشخصيات الثلاثة الجديدة، إذن باولو وماركوس وعزيز. We all got to the minibus، جميعنا، آني وجاد وباولو وعزيز إلى آخره، جميعنا ركبنا في المينيباص. المينيباص هي الحافلة الصغيرة. وراها started our trip، وبدأنا برحلتنا. We didn't know where we were going، لم نكن نعلم أين كنا ذاهبين. يعني هم رايحين بحافلة أو برحلة بسيطة، رحلة برية بسيطة، ما يعرفون وين رايحين. ليش ما يعرفون وين رايحين؟ لأن احنا اتفقنا سابقا انهم اسماءهم طالعة بمجلة الشباب العالمية كفائزين. هاي المجلة هي اللي منظمة للرحلة، فما راح تقول لهم وين رايحين، مجرد تاخذهم بجولات سياحية وهناك تعرفهم. وراها the leader of the trip، قائد التريب، قائد هذه الرحلة was called Tom. شنو اسم قائد الرحلة؟ اسمه توم، كذلك احفظوا هذا الاسم. توم هو leader of the trip،
ليدر هو قائد الرحلة and he was driving وكان هو السائق كان يسوق الحافلة أو الميني باص الحافلة الصغيرة. After a few hours بعد ساعات قليلة the minibus stopped توقف الميني باص الحافلة الصغيرة and we were next to the group of very large stones in a circle. ركزوا يا طلاب وكنا مجاورين وصلنا المكان مجاورين فيه لمجموعة من الأحجار الكبيرة جدا المنظمة على شكل دائرة. هذا اللي يقصده هو هذا المكان الأثري اللي يقصده عبارة عن أحجار كبيرة جدا مبنية على شكل دائرة في مكان أثري. We welcome to the Stonehenge said Tom. قال توم مرحبا بكم في Stonehenge. قال توم مرحبا بكم في مدينة اسمها Stonehenge. قلنا Stonehenge هي مدينة أثرية في إنجلترا. Wow said Jack. قال جاد مرحى أو يا لها من شيء عظيم. It's beautiful إنه جميل جدا. But what is it لكنه ما هذا. باوعى قال هذا الشيء جميل جدا لكن ما عرفت شنو الفكرة من عنده شنو هذا شو راح يجاوب. That is a very good question said a woman. ركزوا وياي. قالت امرأة who had joined us. قالت امرأة كانت قريبة علينا انضمت إلنا. قالت that's a very good question. ذلك السؤال جيد جدا. Her name was Clara. هاي المرأة شو اسمها؟ اسمها كلارا. نحفظ هذا كذلك الاسم لأن التسميات لازم تحفظها نخاف شوية يسألني عنها أو الأستاذ يسألني عنها داخل الصف. قل لي مثلا كمثال who is Clara who is Tom. فتوم هو the leader of the trip هو قائد الحملة أو قائد هذه الرحلة. كلارا is a woman who answered the question هي امرأة جابت على سؤالهم. أو who is Tom قلنا the leader of the trip إلى آخره. أو يقدر يسألني يقول لي where is عزيز from. هذا إني أسأل أشوفه وين داخل الصف. من أين عزيز؟ يقول له from Algeria. Where is Marcos from؟ من أين Marcos؟ He's from USA من الولايات المتحدة الأمريكية. Where is Pablo from؟ من هذا Pablo؟ He's from Italy. وهكذا. وراها شو يقول لي؟ And she was a tour guide. هذه كلارا هي tour guide. هاي كلمة كلش مهمة طلاب. Tour guide معناها مرشد أو دليل سياحة. إذا سألك قال لك who is Clara؟ تقول له she is a woman who was a tour guide. هي امرأة كانت رحلة أو المرشد السياحي للرحلة. At Stonehenge في مدينة Stonehenge. Nobody knows because it is over 1,000 years old. يقول استجابتهم قالت لهم ماكو واحد يعرف هذه الأحجار أو شنو هذه الأحجار. ليش؟ Because it is over 1,000 years old. لأن عمرها آلاف السنين. ما وضحت لهم كم سنة بعد قليل راح توضح لنا كم سنة. لكن قالت أنا ما أقدر أجاوبك إنه هذا شنو هاي الأحجار لكن أقدر أقول لك إنه هذه الأحجار هي أكثر أو عمرها أكثر من آلاف السنين عبارة عن آلاف السنين. لذلك ما حد يعرف الجواب الصحيح لسؤالك. Come for a walk with me. تعالوا تمشوا معي. And I'll tell you more about it. وسوف أخبركم المزيد عن هذه الأحجار. She said. قالت من هي قالت كلارا. من هي كلارا؟ قلنا tour guide المرشدة السياحية في مدينة Stonehenge. We think people came here a long time ago to study the sky. هذه الكلمة أو هذه العبارة جدا 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 مهمة. جروا لجواها خط to study the sky لكي يدرس السماء. تقول we think نعتقد people come here الناس في السابق قبل آلاف السنين جاءوا إلى هنا come to here to study the sky لكي يدرسوا السماء. شنو يعني يدرسوا السماء؟ تقصد بها يدرسون علم الفلك. كلارا said قالت كلارا خلنا نتوقف هنا. من الممكن الأستاذ يسألني أو هسه راح يجينا سؤال بكتاب النشاط يجينا بالامتحان التحريري. What was these stones for؟ لماذا كانت هذه الأشياء أو هذه الأحجار؟ شنو هو الغرض من عندها؟ Why are they built؟ لماذا تم بناءها؟ تقول to study the sky لكي ندرس السماء أو إحنا مثل ما وضحنا astronomy علم الفلك. As we walked around the stones عندما كنا نتمشى حول هذه الأحجار they watched the way the sun the moon and the stars moved. شوف أنا شو تقول لهم. تقول بينما كانوا يتمشون على هذه الأحجار كانوا watching يشاهدون أو يراقبون the way الطريقة the sun and the moon and the stars move الطريقة التي تتحرك بها الشمس القمر والنجوم. يعني الناس سابقا ليش بنوا هذه الأحجار على مود يصعدون عليها هنا على مود يراقبون السان المون
الشمس القمر الستارز النجوم and how they are moved وكيف تتحرك هذه الأفلام. إذن الغرض من دراسة أو الغرض من بناء هذه الأحجار هو to study the sky لكي ندرس السماء أو يدرسون هم السماء لكي watch the moon the sun لكي يراقبون الشمس والقمر and the stars والنجوم how they are moved كيف تتحرك. So it was for astronomy قال لها عزيز جابها قال لها يعني تقصدين أنه هذه كان قصد أو الغرض من عندها الأسترونومي من أجل الأسترونومي. شنو أسترونومي؟ معناها علم الفلك. يعني الغرض من هذه كان علم الفلك. فشو تقول لها أو شو تجاوبها؟ exactly بالضبط سألت كلارا. قالت كلارا بالضبط هم بنوا هذه الأحجار على مود يدرسون الفلك. But the stones are so big and heavy. The question is how the people build it. شوف هنا السؤال ذكي كلش. تقول لكن المشكلة مو هنا. المشكلة إنه هذه الستونز هذه الأحجام very big جدا كبيرة and very heavy جدا ثقيلة. The question is السؤال هو how they did the people build it كيف لهؤلاء الناس اللي هم قبل آلاف السنين يمكنهم بناء مثل هذه الأحجار الثقيلة مثل فكرة الأهرامات. لحد الآن الإنسان ما عرف شلون تم بناء الأهرامات لأن ما عندهم القدرة أو الإمكانية أن يشيلون هذه الأحجار بهذا الحجم وبهذه بهذا الثقل. وراها شو تقول؟ تقول did they use trucks or cranes asked Marcos. ماركوس سألها قالها أعتقد أو هل تعتقدين بأنهم استخدموا التراكس الشاحنات or cranes أو الكرينات. فهنا أنا trucks and trains I loved أنا ضحكت عليها قلت له بابا شنو trucks and trains الشاحنات. ده يقول لك قبل آلاف السنين وناكو شاحنات وناكو كرين إلى آخره. Was the 1,004 years ago. لقد كان الأمر قبل آلاف السنين. شوفنا أنا شو يقولي 4,000 years ago قبل أكثر من 4,000 سنة. نال فكرة إنه هذه الستونهنج أو هذه الأحجار الموجودة في مدينة ستونهنج الأثرية إنه كان عمرها أكثر من 4,000 سنة. الفكرة شلون قدروا يبنون هذه الأحجار بهذا الحجم وبهذا الثقل قبل أكثر من 4,000 سنة. Some people think they were built by giants. بعض الناس طبعا هنا كلارا ترد على هذا السؤال. كلارا شو تقول؟ بعض الناس يعتقدون بأنها بنيت عن طريق الجاينتس العمالقة or by magic أو عن طريق السحر. فهنا شو تقولهم؟ تقولهم ربما العمالقة أو الناس يعتقدون أن العمالقة ناس أكو ناس كانوا عمالقة هم اللي بنوا هذه الأحجار. وبعض الناس يقولون لا عن طريق الماجيك. شنو هو الماجيك؟ السحر. فش رد عليها جاد؟ طبعا رد عليها عن طريق المزح مازحا. He said joked قال مازحا maybe others put them here وربما الفضائيين وضعوها هنا. اجوا الفضائيين وخلوا هذه الاحجار هنا. Well said Clara قالت كلارا شو هنا كلارا شو راح ترد عليه؟ قالت له حسنا some people think that too بعض الناس يعتقدون ذلك ايضا. يعني تصحيح قلتها بالشقة لكن كلامك من الممكن يكون صحيح لأن بعض الناس يعتقدون بأن الفضائيين هم من وضعوا هذه الأحجار هنا. They believe يعتقدون أو يؤمنون that Stonehenge is landing place for aliens. يعتقدون بأن هاي الستونهنج اللي هي المدينة الأثرية هي landing place موضع أو موقع الهبوط للالينز للفضائيين spaceships أو لسفن الفضائيين. شوف هنا الفكرة بتقول له أنت قلتها صحيح بالشقة لكن الناس أو بعض الناس يعتقدون بأن هذا المكان اللي هو ستونهنج هو موقع هبوط الفضائيين. The other boys laughed الولد الباقيين ضحكوا على هاي الفكرة laughed at this idea but I wasn't laughing لكنني أنا لم أكن أضحك. هذا شخص بدير القصة. I think this place is scary I said قلت إيش قلت لهم؟ قلت لهم أعتقد بأن هذا المكان scary. شنو معنى scary؟ معناها مخيف أخذناها سابقا. Oh I don't think it's scary said Clara. إيش قالت كلارا؟ قالت لا أنا ما أعتقد إنه هذا المكان مخيف. It's beautiful إنه جميل especially first thing in the morning. شنو الجميل فيه؟ خصوصا أول فقرة أو أول شيء تشوفه in the morning في الصباح. And I've got some good news ولدينا بعض الأخبار الجيدة said Tom قال توم. أوقف من هو توم تذكروه؟ قلنا توم هو the leader of the trip قائد الرحلة. إيش قال لهم؟ قلت لهم أنا عندي أخبار مفرحة لكم. We are going to camp here سوف نخيم هنا يعني إحنا راح نبات هنا بهذا المكان الأثري اليوم tonight الليلة so you can see the sunrise
حيث يمكنكم رؤية السنرايز. شنو السنرايز؟ شروق الشمس. إذا راح تستمتعون بهذا المنظر الجميل اللي موجود بستونهنج بغروب أو عفوا شروق الشمس. tomorrow morning صباح يوم غد at 5:15 ساعة بيش تشرق الشمس في مدينة ستونهنج الساعة 5:15. Camp here I asked. سألت قلت له معقولة راح نخيم هنا؟ I was scared. لقد كنت مرعوبا. At 5:15 وفي الساعة 5:15 said Jad. قال جاد الساعة 5:15 راح يكون شروق الشمس. That's too early. إنه وقت باكر جدا. In the evening في المساء أو في الليل we made a fire and sat in a circle. شوف هنا بعد ما تعجبوا إنه إحنا راح نخيم هنا راح نبات هنا الموضوع مخيف إلى آخره. واحد قال إنه ساعة 5:15 ساعة وقت مبكر جدا. بدأ الليل أو بدأ الوقت اللي راح يخيمون فيه. They sat أو we sat. We made a fire. شنو made a fire؟ أشعلنا النيران. And sat in a circle. وجلسنا كدائرة. يعني مجموعة أشخاص جلسوا كدائرة. We toasted a marshmallows. قمنا بطبخ المارشميلو. And drank hot chocolate. وقمنا بشرب الكاكاو الحار. The other boys took turns to tell scary stories. شو هنا؟ مكان وجود دول الأولاد في مكان هيك مكان مخيف. فبالبداية كل الأشخاص كل واحد راح ينطف فكرة أو قصة مخيفة سامعها. فش قال؟ قال the other boys took turns. تبادل الأولاد الأدوار to tell scary stories. لكي يخبروا قصص scary مرعبة. بدأوا كانوا كل واحد يقول قصة مرعبة. They were all having fun. كانوا يستمتعون بوقتهم. And laughing ويضحكون. But I was still scared. لكنني أنا الشخص اللي ده أخبر القصة لازلت مرعوبا. I don't feel well, I said. إيش قلت لهم؟ قلت لهم ترى أنا ما أشعر بحال جيد. You should go to bed, said Jad. إيش قال له جاد؟ قال له لازم بعد تروح تنام. During the night, خلال الليل, I woke up in my tent because there was a strange noise. إحنا نركز وياه. هو هذا الشخص اللي يحكي القصة يقول استيقظت في الليل لأنني سمعت strange noise. Strange noise معناها صوت ضوضاء غريب. What was that? I shouted. صرخت بأعلى صوتي. ما هذا؟ ما من هنالك؟ The strange noise happened again. بدأ الصوت يحدث مرة أخرى. There was something outside our tent. It could be aliens, I said. إيش قلت؟ قلت هنالك شيء ما يحدث في الخارج. أكو صوت دا أسمع. أكو شيء دا يصير برا. It could be aliens. من الممكن يجون الفضائيين. Or maybe it is giants, said عزيز. أو قال عزيز ربما يجون الجاينتس العمالقة. فكل واحد قام يطي فكرة إنه ليش سمعوا هذا الصوت. He was scared now too. شوف هنا بعد ما سمعوا هذا الصوت الكل قام يخاف. حتى عزيز اللي كان يضحك أو كان يستهزئ بهذا الأمر الآن أصبح خائفا. ماركوس opened the tent. ماركوس فتح التنت الخيمة. And laughed. وضحك. There was a sheep and it was eating our marshmallows. شنو الصوت؟ كان من شنو؟ كان sheep. شنو sheep؟ الخروف. كان هنالك خروف. وكان هذا الخروف يأكل المارشميلو اللي احنا سويناه. Tom woke up early next morning. Tom اللي هو قائد الرحلة استيقظ باكرا صباح اليوم التالي. It was still dark. كان لا زال الليل. As we walked to the stones. وعندما ذهبنا إلى الستونز إلى الأحجار we stood in the center of the circle and waited. لما راحوا للأحجار بالوقت اللي طلعوا به كانت الدنيا بعد الليل أو بعد الجو أظلم. شو تقول؟ يقول we stood in the center of the circle and waited. وقفنا في منتصف الدائرة مال هذه الأحجار at exactly 5 o'clock في الساعة 5 the sun started to rise. وبدأت الشمس بالشروق. That's beautiful, said Pablo. Pablo قال إنه لأمر جميل. It's amazing, said Marcus. Marcus باوع الشروق كذلك قال It's amazing, إنه مذهل. He had his camera and he was taking a lot of photographs. طلع الكاميرا مالته وبدأ يلتقط بالكثير من الصور. Aren't you happy you got up early, Jad, I said. إيش قلت لهم؟ قلت لهم الآن أنتم مو تشعرون بالسعادة إنه أنتوا استيقظتوا باكراً. But there was no answer. I turned around and saw him sitting against one of the stones. شوف هنا شو يقول؟ يقول
I turned around, التفت, and saw him sitting, ورأيته جالسا against one of the stones, مقابل واحدة من هذه الأحجار. His eyes were closed. كانت عيناه مغلقة. مغمض العينين يعني نايم. And he was fast asleep. وكان نائما. I picked up his camera. التقطت كاميرته. يعني أخذت الكاميرا ماتن. And took a photograph of him. والتقطت له صورة. Now it's my turn to take funny photograph. والآن حان دوري لأن ألتقط صورة مضحكة. المن يلتقط صورة؟ الجاد. إذا تذكرون باليونت الأول جاد التقط صورة إله. فهنا جوني رد الاعتبار إله. جاد التقط صورة مضحكة المن الجوني باليونت الأول. فهنا يحاول يرد الموضوع عليه. فمثل ما أنت طقيت لصورة مضحكة أنا الآن التقط لك صورة مضحكة وأنت نايم بهذه المدينة الأثرية. It's my turn to take funny photograph. إنه دوري أن ألتقط لك صورة مضحكة. I laughed. قلتها ضحكة. هذا ما يخص القصة اللي موجودة بيونت 2 لسن 10. اليونت الثاني تقريبا هو الدرس العاشر المتعلق بالقصة. تعرفنا على المفردات مالتها، تعرفنا على الشخصيات، القصة، الأحداث. الآن ننتقل للأسئلة اللي سألني إياها قبل شوية. Where are the boys؟ وين هؤلاء الأولاد؟ احنا ذكرنا سابقا أن الأولاد موجودين في مدينة ستونهنج. في مدينة ستونهنج اللي موجودة وين؟ بإنجلترا. تقدر تقولون إنجلند أو فقط تقدرون تقولون ستونهنج. إنهم موجودين في ستونهنج. Which new characters are included؟ شنو هي الشخصيات الجديدة اللي ضمنوها بالقطعة؟ وضحنا من خلال القطعة إنه بابلو شخصية جديدة انضافت للقطعة اللي هو from Italy، وبعد عزيز اللي هو من ألجيريا من الجزائر، وبعد ماركوس اللي هو الشخصية اللي موجودة من USA من الولايات المتحدة الأمريكية. What happens to Jad؟ ما الذي حدث لجاد؟ نكمل بالقطعة إنه جوني التقط له صورة. جوني took a photo، التقط صورة. all him، التقط صورة له. شو وقت؟ while he sleeps، بينما كان نائما. إذن هي هو جوني هو من التقط الصورة لجاد. هذا ما يخص الأسئلة الموجودة بأعلى الفقرة. إذا تذكرون إحنا ذكرنا إنه الأسئلة وين ذي موجودات بداية الدرس. Where are the boys? Which new characters are introduced? What happens to Jad? جاوبناها بعد ما قرأنا القطعة ووضحنا مفرداتها. جاوبناها. هاي الأجوبة أمامكم. من الممكن الأستاذ يسألها كتحضير يوم بداخل الصف، أسئلة شفوية. أما بالامتحان التحريري مو مهمة. لا أستاذ، يا هن الأسئلة المطلوبات من الامتحان التحريري موجودات بتمرين رقم 2. هذا من الأسئلة المطلوبات من عندك. فش يقول؟ يقول لي answer the questions، أجب على الأسئلة التالية. Why was the Stonehenge built؟ لماذا تم بناء built؟ معناها تم بناء Stonehenge. ذكرنا سابقا بالقصة أن Stonehenge هي مدينة أثرية. ليش تم بناءها؟ To study، لكي ندرس، أو هم يدرسون الناس اللي بنوها لكي يدرسون. من هم؟ شو يدرسون؟ The sky، لكي يقوموا بدراسة السماء. تقدرون تضيفون بعد أجوبة، تقدرون تقولون To study how the sun, the moon, the stars move، لكي يدرسوا كيف تتحرك الشمس، القمر، النجوم، إلى آخره. لكن هذا الجواب اللي يطيق عليه درجة كاملة بالامتحان. Some people think Stonehenge wasn't built by humans. شوف هنا شو يقول بعض الناس يعتقدون بأن هذه المدينة ستونهنج لم تبنى من قبل البشر. Who do you think they built it؟ من تعتقد أنت برأيك بنوا هذه المدينة الأثرية؟ ذكرنا أنه من الممكن يكون الجاينتس اللي هم العمالقة، الآلنز، الفضائيين، or by magic، أو عن طريق الماجيك. شنو الماجيك؟ السحر. هذه الأشخاص أو الناس أعتقد أنه هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الناس اللي هم اللي بنوا هذه المدينة الأثرية باعتبار أن الأحجار جدا كبيرة وجدا ثقيلة. What makes the Stonehenge surprising؟ ما الذي يجعل هذه المدينة Stonehenge surprising، مثيرة للاهتمام، أو surprising مفاجئة، شيء مفاجئ أو غريب؟ شنو اللي يخليها غريب؟ قلنا the stones، الأحجار، are very big، الأحجار جدا كبيرة، and heavy، وثقيلة. How could they build it؟ كيف يمكنهم أو كيف لهم أن يبنوها أو شلون يشيلوها أو شلون يحركوها؟
فهنا الفكرة أنه من مدينة ستونهام ليش فد فكرة صادمة أو مدينة صادمة، مدينة ما مطروقة أو ما مر علينا سابقا، أو ليش يخلينا نروح لها كمدينة أثرية؟ شنو هو المفاجئ بها؟ أن الستونز very big، جدا كبيرة الأحجار and heavy وثقيلة جدا. How could they build it؟ كيف يمكن لأناس عاشوا قبل أكثر من 4000 سنة أن يبنون هذه الأحجار؟ How does Stonehenge make Johnny feel؟ إن أنا جوني، من هو جوني؟ أوقف أستاذ، ما نذكر جوني بالقصة. ذكرنا لما قال I said، I feel، أنا شعرت، أنا قلت. اللي دا يحكي القصة من هو؟ هو الشخص، هو اللي اسمه جوني. إذن متحدث أو الشخص اللي كان يتحدث أو يروي القصة هو جوني. شو يقول؟ يقول كيف كان يشعر جوني؟ ذكرنا أنه الشخص الوحيد اللي كان بالبداية خائف هو جوني. تقدر تقول frightened معناها مرعوب، أو تقدر تقول scary إلى آخره، أو afraid خائف إلى آخره. Why is the group camping at Stonehenge؟ لماذا هؤلاء المجموعة، مجموعة الأولاد، كانوا يخيمون في هاي المدينة اللي هي ستونهنج؟ ليش خيموا بهاي المدينة؟ أقول so they can see، لكي يستطيعوا رؤية sun rises، شروق الشمس. بعدها why were Johnny and Aziz afraid of the sheep؟ شوف هنا طلاب، يقول لي ليش كان جوني وعزيز خائفين من الشيب، من الخروف؟ طبعا هم بالحقيقة ما كانوا خائفين من الخروف، وإنما سمعوا صوت وتخيلوا thought معناها اعتقدوا. they thought، هم اعتقدوا that it was، بأنه كان giants، قلنا giants معناها عملاق أو عمالقة، or aliens، أو كان واحد أو فضائيين جوهم لهذه المدينة الأثرية اللي احنا سميناها ستونهنج. إذن ما كانوا هم خائفين من الشيب، وإنما كانوا يعتقدون بأن الصوت اللي أصدره هذا الشيب كان واحد من الجاينتس، من العمالقة، أو الألينز الفضائيين. هذا ما يخص تمرين رقم 2. مثل ما وضحنا هذا التمرين، تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري، متعلق بالستوري تايم، القصة المطلوبة من عندكم اللي هي جاد أن جوني. حاولوا تكتبون هذه الأجوبة بالكتاب النشاط وتحفظوها على مود إذا سألها الأستاذ بداخل الصفقة تحضر يوم وإنت متحضر، وإذا أجنك بالامتحان التحريري كذلك أنت حافظهم وتقدر تجاوب عنها. طبعا احنا عبرنا تمرين اللي هو تمرين رقم 1، نفس الشيء، يقول لي read the story and complete the information below، اقرأ القصة واكمل المعلومات. التايتل شنو عنوان القصة؟ جاد أند جوني. جاد وجوني تقدر تقولون أو تريدون تضيفون عليها شو تقولون؟ كمثال at Stonehenge، في مدينة Stonehenge اللي هي المدينة الأثرية. كاركترز، الشخصيات اللي موجودة بالقصة، قلنا جاد، جوني، بعد انضافت لهم شخصيات جديدة اللي هم ماركوس من الولايات المتحدة الأمريكية، عزيز من ألجيريا، الجزائر، إلى آخره، بابلو from Italy إلى آخره. What is it about؟ عن شنو تتحدث؟ About the boys، عن الأولاد، يا أولاد، who won the competition، اللي فازوا بالمسابقة، مال يا جريدة، all global youth magazine، لجريدة الشباب العالمية ومجلة الشباب العالمية، and they were on a trip، كانوا في رحلة، لمن؟ to Stonehenge، إلى مدينة ستونهنج، المدينة الأثرية، إلى آخره. تبطل ملخص عام عن الفكرة أو فكرة عامة عن القصة باستخدام الكلمات اللي أنت تعرفها. Why I liked didn't like the story، لماذا أحببت أو لم أحب القصة؟ أنت إذا حبيت القصة تقول كمثال I like the story، أنا حبيت القصة، the story، أنا حبيت القصة. توضح ليش؟ واحد يقول لا I didn't like the story، كذلك لازم توضح ليش. لكن مثال أقول I like the story because، لأنه كمثال I like ruins، أنا أحب الآثار، traditional places، الأماكن الأثرية، إلى آخره. كذلك أنطي السبب المناسب ليش أنا حبيت القصة. طبعا إحنا مثل ما وضحنا أن هذا التمرين يعني يعتمد على رأي الطالب، يعني إجابات مو نموذجية،
تقدر تشيل الإجابة ما تدخل الإجابة خاصة بي، لأن هو ده يقول لك أنت برأيك أنت حبيت القصة ليش حبيتها، ما حبيت القصة ليش ما حبيتها، وهكذا. فكل طالب يجاوب بالطريقة اللي تعجبه. New words شنو الكلمات الجديدة تعلمناها؟ كمثال islands، islands معناها الفضائيين، بعد giants، giants العمالقة إلى آخره. هنا الطالب يكتب كل الكلمات الجديدة اللي تعلمها من خلال هذه القصة، سابقا ما كان يعرفها والآن عرفها من خلال هذه القصة. هذا التمرين مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير أو الامتحان الشفوي. تمرين رقم 2 حلينا اللي هو متعلق بأسئلة قصة الجاد جوني، وقلنا أنه هذا التمرين جدا مهم بالامتحان التحريري. وراها ننتقل إلى الإكسترا أكتيفيتيز. طلاب ركزوا ياي شوية هنا. الإكسترا أكتيفيتيز موجودة بصفحة 63 من كتاب النشاط. استاذ صفحة 63 من كتاب النشاط هذه ورا اليونت الرابع. نعم ورا اليونت الرابع، لكن شوفوا فوق ايش مكتوب. مكتوب اكسترا اكتيفيتيز يونت 2، التمارين الاضافيه المتعلقه باليونت الثاني. يعني هذا التمرين او هذه الانشطه راح نحلهم متعلقات باليونت الاول. صحيح هو مكانها شامل ورا اليونت الرابع، لكن هن تابعات لليونت الثاني. فايش يقول لي؟ يقول لي ريد ذا ستوري، اقرا القصه، اند انسر ذا كويستشنز، واجب على الاسئله اللي بعدها، رايت شورت انسرز، ثم اكتب اجابات قصيره. ركزوا يا طلاب، هذه الاسئله او هذه القصه من الممكن ان الاستاذ يطلبها من عندك بالامتحان التحريري. فانت تروح تسال الاستاذ، استاذ هذه مطلوبه من عندي بالامتحان التحريري؟ اذا قال لك نعم لازم تحفظ الاسئله المتعلقه بها، واذا قال لك لا هذه مجرد اسئله قطع للقراءه فتقدر تستغني عنها وتدرب نفسك فقط على قراءتها. فايش يقول؟ يقول I was watching TV yesterday، كنت اشاهد التلفاز yesterday البارحه. When the phone rang، عندما رن الهاتف. The call was from my mother، المكالمة كانت لأمي. And it was important، وكانت هذه المكالمة مهمة. I'll take it in the kitchen، she said، قالت يعني أمي اتصلوا بيها، فش قالت؟ قالت I'll take it in the kitchen، سوف أجيب على هذه المكالمة في المطبخ. Look after your brother، سلام، اعتني بأخوك يا سلام. إذن الشخصية الأولى شخصية سلام. My brother was sitting on the floor، أخويا كان جالس على الأرضية. Playing with his toys، يلعب بألعاب. بما أن toys معناها ألعاب مال أطفال، إذن أخوي جدا صغير. Sure mom، بالتأكيد يا أمي. I said، قلت له أو قلت لها. He'll be okay، سوف يكون بخير معي. A few minutes later، بعد دقائق أو بعد عدد دقائق. The TV advertisement came on، ظهر إعلان للتلفاز أو على التلفاز. And I got up to get myself a cola، ثم نهضت لكي أحضر لنفسي قطعة أو كوب من الكولا أو إناء من الكولا. When I came back to the sitting room، عندما عدت إلى غرفة الجلوس. I couldn't see my brother، لم أرى أخي. هي إيش قالت؟ لقيت تدير بالك على أخوك الصغير بينما أنا أروح أرد على التليفون وأرجع. فقالها تمام ماك مشكلة. فهو راح مجرد جاب كولا ورجع، رجع ما لقى أخوه anywhere، لم يجده في أي مكان. I ran into the garden، ركضت باتجاه الحديقة. And there he was up a tree، وكان هو أعلى الشجرة. كمال، I shouted، صرخت بأعلى صوتي كمال. إذن الشخصية الكبيرة، الولد الكبير هو سلام، والطفل الصغير شو اسمه؟ اسمه كمال. Don't move، لا تتحرك. Stay there، ابقى هناك. I'll come and get you، سوف آتي لكي أخذك. I was too late، لقد كنت متأخر جدا، يعني لقد فات الأوان. His head hit a ground when he fell، لقد ضرب رأسه الأرض عندما سقط. He didn't cry، لم يبكي. In fact he didn't say anything، بالحقيقة هو لم يقل أي شيء، يعني لا بكى ولا سوى أي شيء. He just stayed there like stone، بقي هناك، بقي بالمكان اللي وقع فيه مثل الحجارة. I thought he was dead، اعتقدت أنه كان ميت. I rushed into the house and get my mother، ركضت باتجاه البيت لكي أخبر أمي أو لكي أحضر أمي. Quick، بسرعة. She said، قالت بسرعة أو استعجل. Phone for an ambulance، اتصل من أجل الإسعاف. Ambulance معناها إسعاف. The ambulance came arrived very quickly، الإسعاف جاء بسرعة جدا. And took Kamal to the hospital، وأخذت كمال إلى المستشفى. كمال اللي هو الطفل الصغير. We went to، وكذلك نحن ذهبنا أيضا. But we had to sit on the waiting room، لكن كان علينا أن نجلس في غرفة الانتظار. For a very long time، لوقت طويل جدا. At last، وفي الأخير، a doctor came to talk to us،
جاء الطبيب لكي يتحدث معنا. He was smiling. كان مبتسما. كمال is very lucky. كمال كان جدا محظوظ. He said, قال, he will be all right, but we need to keep him for a day or two. هو سوف يكون بخير لكن يجب أن يبقى في المستشفى ليوم أو يومين. Would you like to see him now? هل تودون أو هل ترغبون بأن تروه الآن؟ It was my fault and mom will be very angry. إش قال بينه وبين نفسه؟ من هو؟ سلام. إش قال بينه وبين نفسه؟ قال لقد كان خطأي وسوف أم وأمي سوف تكون غاضبة. I thought actually she didn't say anything. بالحقيقة أمي لم تقل أي شيء. She didn't have to. لم تحتاج إلى أن تقول، يعني ما يحتاج تقول لي أو ما يحتاج تحكي أي شيء. ليش؟ Because I felt terrible and learned a lesson I'll never forget. ما يحتاج تحكي أي شيء أو ما يحتاج تلومني. ليش؟ لأنه أني تعلمت درسا جدا مهم وشعرت بشعور فظيع. إذن هو الفكرة أنه قصة محور حول سلام الولد الأكبر. أمه وصلته على مود يعتني بكمال لأنها جاها اتصال مهم. راح جاب كولا ورجع ما لقى أخوه. راح أخوه الصغير متسلق بالشجرة ووقع وراح ودوه للمستشفى وكان ما بيشي، ولكن يجب أن يبقى اليوم أو يومين في المستشفى. نرجع للأسئلة المتعلقة بها. مثل ما وضحنا أنه هذه الأسئلة من الممكن الأستاذ يطلب لك، يطلب من عندك هذا القطعة بالامتحان التحريري، لازم تجاوبها ولازم تحفظ الأسئلة مالتها. وإذا ما طلب من عندك فهذه الأسئلة مجرد كنشاط صفي كتحضير يومي بداخل الصف، أسئلة شفوية. What was the writer's name؟ ما هو اسم كاتب القصة؟ إحنا لاحظنا أن الشخص هو اللي يتحدث. من هو اللي كان يتحدث؟ قال I felt terrible، شعرت بشعور فظيع. I get myself a cola، جبت لنفسي أو أحضرت لنفسي كولا. من هو I؟ من هو الشخص اللي يحكي القصة؟ هو سلام. سلام هو الشخص اللي يتحدث عن القصة. سلام هو الابن الأخ الأكبر. What is his brother name؟ زين اسم أخوه شنو؟ اسم أخوه هو كمال الولد الأصغر. Where were the brothers when his mother went out؟ أين كان هؤلاء الأخوة عندما ذهبت الأم للخارج أو ذهبت للمطبخ؟ وين كان؟ ذكرنا بالقصة أن الأولاد كانوا في غرفة الجلوس. أقول in the sitting room، كانوا في غرفة الجلوس. وراها Why did Salam go to, out of the room؟ سلام قلنا من هو؟ الأخ الأكبر. ليش هذا الأخ الأكبر سلام ذهب إلى غرفة أو ذهب خارج الغرفة؟ To get، قلنا أنا بدي أجيب النفس كولا. To get him self، لكي يحضر لنفسه كولا أو can of cola، علبة من الكولا. وراها Did كمال hit stone؟ هل ضرب أو ارتطم كمال؟ كمال من هو؟ الأخ الأصغر. هل ارتطم كمال بحجارة when he fell، عندما سقط؟ قلنا أنه كمال سقط على الأرض، فأقول no he fell on ground، سقط على الأرض. وراء was he dead، هل مات؟ إحنا كان ميتا عندما سقط. أقول no he wasn't، كلا لم يموت. when هنا معناها متى. when will he came home، متى سوف يعود إلى البيت؟ قلنا after، بعد one or two days، بعد يوم أو يومين. طبعاً days لازم تكون اسم جمع لأن عندنا two. وراها what lesson do you think سلام learned take one؟ يقول لي ما الدرس الذي تعلمه سلام؟ منطيني ثلاث خيارات. يقول لك لازم تختار اختيار واحد. I should not watch so much TV، لازم ما أشوف وايد تلفاز، ما ذكرنا هيك بالقصة. I should look after my brother better، يجب أن أعتني بأخويا. نعم هذا أكثر خيار مناسب. خلينا نشوف الخيار الثالث. I should not drink too much cola، يجب أن لا أشرب الكثير من الكولا. كذلك هذا غير مناسب. إحنا القصة ما متمحورة حول الكولا أو شرب الكولا أو الموضوع الصحي أو الغير صحي، ولا متمحور حول الواتش تي في مشاهدة التلفاز، وإنما متمحور حول الشخص سلام ولازم يعتني بأخوه الأصغر من عنده لأن أمه وصلته. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. أخذنا بالقصة، قصة جاد وجوني برحلتهم في مدينة ستونهنج الأثرية، وعرفنا المعلومات المتعلقة بها، الشخصيات المتعلقة بها، الشخصيات الجديدة اللي انضافت للقصة، الأسئلة اللي يسألها الأستاذ الداخل الصف، والأسئلة اللي تجيني بالامتحان التحريري، ميز بين الأسئلة اللي يسألها الأستاذ الداخل الصف والأسئلة اللي تجيني بالامتحان التحريري.
لان لازم تميز بيناتهم على مود تعرف شنو اللي تحفظه وشنو اللي مجرد تحضره على مود تروح للدرس. كذلك اتطرقنا للتمارين الاضافيه اللي هي عباره عن قطعه او قصه ودرس المتعلقه بها. احنا وضحنا سابقا انه القطعه من الممكن بعض الاساتذه يطلبوها كقطعه مطلوبه من الامتحان فلازم تحفظ اسئلتها، واذا ما طلبها فهي تعتبر للقراءه، والاسئله اللي متعلقه بها مجرد اسئله كنشاط صفي يسال الاستاذ كتحضير يوم من داخل الصف. حاولوا تكتبون هذه الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لانها مهمه جدا للامتحان التحريري او الامتحان الشفوي. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تواصلوني على الحسابات الموجوده اسفل الفيديو في الوصف.